انا عايز بس يعني اوضح حاجتين. اولا انا مش عايز اقول انه يعني في 10 ماتوا من المتظاهرين، فيعني دي مساله برضو لازم تبقى في الذهن. اتقتلوا في هذه الاحداث وقبليها في كل الاحداث اللي كنا بنشوفها طول الفتره السابقه، من مسرح البالون لماسبيرو لغيره، طول الوقت في ضحايا من المتظاهرين. مساله الاخرى ان احنا بنتكلم لما بنتكلم على اعاده الهيكله، وانه احنا مش موقف من وزاره الداخليه كمؤسسه، بالعكس انت لما بتتكلمي على اعاده هيكله انت بتحمي وزاره الداخليه في اطار القانون، بتعيدي هيكله هذه الوزاره وتعيدي بناء على اسس جديده، وانه هذا الكلام قيل من اول لحظه. احنا بنتكلم على مؤسسات منوط بيها تامين واداره العمليه الانتخابيه، سواء كان القضاء أو الداخلية. إحنا ما بنقولش إنه في المرحلة الانتقالية هنحل مشكلة الصحة والتعليم وإن كل مشاكل مصر هتتحل، إحنا المفروض عندنا مهمة إنه في برلمان هينتخب بعد كده حكومة وإن إحنا نبتدي نتنقل في مسار معروف، لكن اللي إحنا كان المفروض يتعمل واللي اتقالت فيه أفكار كثيرة محددة حوالين إعادة الهيكلة، هذا من أجل تفعيل دور وزارة الداخلية، من أجل التعامل مع وزارة الداخلية باعتبارها مؤسسة ليست فوق القانون، إنما هي مؤسسة تحترم القانون ومن خلال احترامها للقانون بيحترمها بعد كده المواطن. والمشهد اللي شفناه أنا في رأيي امبارح مشهد حتى بينم عن حالة من عدم الكفاءة الكامل. احنا بنتكلم على 100 شخص متظاهرين، 200 اعتصام فيه عشرات ينتهي بإصابات 1000 شخص، يعني هل ده يدخل في اطار اي منطق؟ احنا ما كناش بنتكلم على اعتصام فيه عشرات الالاف، احنا ما بنتكلمش على اعتصام شبيه باللي احنا كنا بنشوفه في يناير او فبراير او حتى الاعتصامات اللي شافتها مصر بعد 11 فبراير. لكن يعني حضرتك بتحكم على الموقف بالنتائج مش بالمقدمات، والنتائج نتاج انه في مهام كانت المفروض تتعمل في المرحله الانتقاليه، انا رايي ما اتعملتش ووصلتنا للي احنا فيه النهارده دلوقتي.